السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأولى والجديدة من برنامج ضيف وقضية. كثيرة جدا هي القضايا والأحداث في حياتنا اليومية، وكثيرة جدا أسبابها وخلفياتها وتداعياتها، وكثيرة جدا هي الآراء المتباينة حولها. ولأنها كذلك فقد حرصنا أن نخصص في كل أسبوع حلقة خاصة نسلط من خلالها الضوء على قضية ما بمعية ضيف معين، ولأن الأطفال وقضاياهم في الطليعة دائما، فقد ارتأينا أن تكون أولى حلقة برنامج ضيف وقضية عن هذه الشريحة التي تعاني الأمرين خاصة منذ اندلاع الحرب في اليمن. الأطفال في اليمن إذن هم الشريحة الأكثر تضرراً والفئة الأكثر اكتواءً بلهيب الصراع الدامي مع دخوله عامه الخامس توالياً. فعلاوة على وقوعهم ضحايا مباشرين لنيران المعارك التي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف وفق أرقام أممية، لم يسلم أطفال اليمن من تداعيات أخرى جراء الحرب التي امتدت إليهم في مختلف المجالات. لن نتحدث هنا عمن قضى نحبه منهم أو عمن ينتظر، بل سنحاول أن نسلط الضوء على ما هو أدهى وأمر من ذلك كله، ألا وهو تفاقم ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال في البلد المنكوب. إذ أن الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب في اليمن انعكست بشكل مباشر على كثير من الأطفال الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة، وظهروا كفرائس سهلة ولقم سائغة لبعض ضعاف النفوس الذين تحولوا بفعل الظروف السياسية والاجتماعية إلى ذئاب بشرية في ظل غياب الهيئات تشريعا وتنفيذا. جرائم تهز مشاعر المواطنين في ربوع اليمن شمالا وجنوبا، والتي انتشرت بصورة كبيرة في عدد من محافظات اليمن، لم تكن محدودة على محافظة بعينها دون الأخرى، بل أصبحت متفاقمة في المدن والقرى في ظل غياب كامل للضمير الإنساني وعدم تفعيل للقوانين الرادعة لمثل هؤلاء الذئاب البشرية. الحرب في اليمن تسببت إذن في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال، والذي زاد بمقدار 63% عما كان قبل انقلاب الحوثي على السلطة وفقا لإحصاءات أممية. وحسب الأرقام فقد تم الإبلاغ منذ اندلاع الحرب عن 10806 حالات اغتصاب، وحوادث أخرى لم يتم الإفصاح عنها ضد الفتيات والنساء. اغتصاب وقتل الأطفال في اليمن، ثمة من يعزو أسباب بروز هذه الظاهرة إلى تدني وعي المجتمع وضعف أجهزة الضبط القضائي، وكذلك التشريعات الوطنية التي لا تزال حتى اللحظة غير صديقة للطفل. في نظر العفو الدولية، فإن الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولو جرائم حرب. هكذا تقول المنظمة التي تورد بين الحين والآخر تفاصيل مؤلمة عن طرق اغتصاب الأطفال وعدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وخوف أسر الأطفال من انتقام الجناة بعد كشف جرائمهم. وتؤكد دائما أن نمط الإفلات من العقاب والانتقام أدى إلى تثبيط الأسر حتى الآن حتى عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسيا حد تعبيرها. بموجب القانون اليمني أيضا يمكن الحكم على الأشخاص المتهمين بالعنف الجنسي بالإعدام، وقد أعدم العديد من المجرمين علنا في السنوات الأخيرة بسبب اغتصابهم أطفالا وقتلهم، لكن منظمة العفو الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام في كافة أنواع القضايا بلا استثناء، وهذا ما سنناقشه لاحقا. إذن كيف ينظر القانون الدولي إلى الأطفال خصوصا في ظل النزاعات المسلحة؟ وما هي الحماية القانونية التي أوجبها القانون الدولي على خادشي براءة الطفولة؟ وما هو موقف القانون الدولي من ظاهرة اغتصاب الأطفال؟ وكيف يمكن أن يتعامل المجتمع الدولي مع ما يحصل من تشويه وتنكيل للطفولة في اليمن؟ أهلا بكم.
انتشر العنف الجنسي إذن على نطاق واسع في النزاعات المسلحة على مر التاريخ، وكان ينظر إليه غالبا كنتيجة حتمية للحرب. ولا يزاد العنف الجنسي ظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة على الضحايا، النساء والرجال والفتيان وأيضا الفتيات، وكذلك على أسرهم ومجتمعاتهم بأكملها. إضافة إلى ذلك، تمر هذه الانتهاكات دون الإبلاغ عنها في أغلب الأحيان، ويستهان بمدى انتشارها وعواقبها، ولا تزال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الضحايا المتنوعة غير كافية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى تعتقد اعتقادا راسخا أنه يمكن منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وتسعى اللجنة الدولية لضمان تلبية احتياجات الضحايا واتخاذ الخطوات التي تهدف لمنع هذه الجرائم، وذلك من خلال استجابة شاملة تضم المساعدة والحماية والوقاية. وقد التزمت اللجنة الدولية وبعض المنظمات بتحسين استجابتها على مدى عدة سنوات من خلال تعزيز وتوسيع نطاق برامجها وتدعيم قدرتها على معالجة هذه الظاهرة المعقدة وأيضا الحساسة. يأتي ذلك في وقت نجحت جرائم القتل والاغتصاب التي تستهدف الأطفال في حجب نوع آخر من الجرائم التي لا تقل بشاعة، وهي جرائم الاختطاف التي يطويها النسيان في الغالب دون التوصل إلى مآل المختطف. اختطاف الأطفال تلك قضية أخرى سوف نعرج عليها بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، وسنسلط الضوء في هذه الحلقة كما أشرنا على ظاهرة اغتصاب الأطفال التي باتت تؤرق مضاجع اليمنيين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام. وحول هذا الموضوع يسعدني أن يكون بمعيتي ضيوف أعزاء هنا في الاستوديو الدكتورة أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل في اليمن، وعبر سكايب سطام العريف المدير الإقليمي لمنظمة العدالة الدولية من سوريا، وأيضا اتصال هاتفي أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. أبدأ بضيفي هنا في الاستوديو دكتورة أنجيلا، مرحبا بك دكتورة، ولعلك استمعت إلى ما ورد في التقرير من إحصائيات، وأيضا كيف تتعاطى التشريعات المحلية إزاء جريمة كجريمة اختطاف الأطفال. كيف تقيمين هذه الظاهرة على مدى 5 سنوات تحديدا منذ اندلاع الحرب في اليمن، وما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال؟ أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى، ونرحب بالجميع وشكرا على استضافتنا في أولى حلقات هذا البرنامج. قضية اغتصاب الأطفال قضية إنسانية استهدفت الأطفال بدون رحمة. نقدر أو نستطيع أن نقول بأن نسبة أو تزايد الأعداد في السنوات الأخيرة باتت مؤرقة للمجتمع ككل. نلاحظ بأن هذه القضية باتت مؤرقة وجريمة يستنكرها أو كما نقول بأنه منبوذة مجتمعيا ومجرمة قانونيا، ولكن نرى بأنها لا أيدي تساعد في نفاذ أو إنقاذ هذه الفئة. الحرب لا ترحم، وكان الأطفال هم أكثر ضحايا هذه الحرب، وهم الأضعف أو الحلقات الأضعف في المجتمعات. نعم أستاذ عيسى، نرى بأن الحالات المبلغ عنها ليست هي كل الحالات التي تعرضت للاغتصاب، وإنما ما تم الإبلاغ عنها هي قدر بسيط قد لا يتجاوز 3% من الحالات التي تتعرض للاغتصاب حقيقيا أو واقعيا في المجتمع. في أثناء الحرب والنزاعات والصراعات تظهر مثل هذه الكوارث أو الجرائم الإنسانية، اغتصابات، اختطافات، قتل وتدمير، تجنيد أطفال وما إلى ذلك. هناك العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود الدولية التي تحرم أو تجرم هذه الحالات كالاغتصاب وما شابه ذلك، ولكننا نجد في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها في اليمن لا يوجد رادع يرجع أو يرد هؤلاء الوحوش البشرية أو الصيادية الإنسانية من التراجع عما يقومون به. نعم، هنالك قانون للعقوبات فيما يتعلق بهذه الأمور ولعلها تكون رادعة، لكن كيف يتم التعاطي معها في اللادولة التي يعيشها أو تعيشها اليمن حاليا، وكيف تقيمين ما ينظر إليه من خلال بعض القضايا المنظورة لدى المحاكم فيما يتعلق باغتصاب الأطفال؟ في الحرب أو في أثناء النزاعات والصراعات وغياب الدولة وفقدان الأمن، نرى بأن الأجهزة أو أجهزة الأمن والقضاء باتت ضعيفة. القوانين لدينا كذلك لا تصل إلى مرحلة التنفيذ الصارم.
في الفقرات التي تؤيد أو تعطي في أو تتعاطى مع قانون أو قرار اغتصاب الأطفال، هناك مواد تقول بأن المعتدي أو الجاني على الأطفال يعطى أو يعاقب بسنتين إلى 10 سنوات في حال إذا كان أحدهم والي أو قائم على رعاية هؤلاء الأطفال أو الجاني، ومن 3 إلى 15 سنة في حال أنها هذا الاغتصاب أفضى أو أدى إلى وفاة المجني عليه. أرى بأن هناك إيحاف في هذه القوانين وعدم تفعيلها بالشكل الذي يتناسب مع ازدياد النسبة، وأن يكون هناك رادع حقيقي يأتي أو يتناسب مع حجم وتزايد هذه النسبة المجرمة في المجتمع. نعم. نرى كذلك بأن هناك بعض المواثيق مثل منظمة العفو الدولية، وكما أشرت في تقريرك السابق بأنها لا تريد أو لا ترى في أن القرار أو قانون تطبيق أو تنفيذ العقوبة أن يصل للإعدام. نعم. فهذا ليس محبدا، ولكن نحن في ظل تزايد هذه الجريمة ونسبتها نريد أن يكون هناك قراءة أو استرجاع لبعض هذه القوانين الخاصة بالدولة، وأن تتواكب مع هذا الحدث الذي ظل يؤرق كل الأسر، وتتكاد أن تكون خائفة عن أبنائها في ظل المجتمعات التي تفتقد إلى أبسط الأمور فيها الجانب الأمني. نعم، ذلك على الصعيد المحلي. دعينا ننظر إلى هذه الزاوية من وجهة نظر قانونية عربية، وكيف تتعاطى التشريعات العربية أيضا مع مثل هكذا جريمة. أعود بسؤالي مرة أخرى إلى ضيفي، أو سؤالي الأول إلى ضيفي سطام العريف، المدير الإقليمي لمنظمة العدالة الدولية من سوريا. مرحبا بك أستاذ سطام، ولعلك استمعت إلى التقرير في مقدمة هذه الحلقة وحول اغتصاب الأطفال. سؤالي، كيف ينظر أو كيف تقيم من وجهة نظرك ما ينظر إليها القانون الدولي إلى الأطفال في ظل النزاعات المسلحة؟ نعم، مرحبا بك بضيوفك الكرام. نص البروتوكولان الإضافيان لاتفاقية جنيف لعام 1977 على حظر تجنيد الأطفال ممن هم دون سن 15، كما تضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الصادرة عن الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها نحو 194 دولة على حظر تجنيد الأطفال دون سن 15 لدى جميع الدول الموقعة، وفي حال تجنيد الأطفال ممن هم بين السن 15 و18 يتم اعتماد الأكبر سنا، يعني الأكبر سنا قدر الإمكان بين سني 15 و18. هذا بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم، يعني هذه فيما يخص القوانين المتفق عليها على النطاق العام، لكن السؤال فيما يتعلق باغتصاب الأطفال تحديدا، كيف تقرأ الحماية القانونية التي أوجبها القانون الدولي على خادشي براءة الطفولة من وجهة نظر حقوقية؟ نصت المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، وتتخذ جميع نعم جميع الإجراءات والتدابير لمنع إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة وغيرها من الأنشطة. نعم، أعود إليك دكتورة أنجيلا، يعني بوصفكم رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، الكثير من القضايا التي لم يتم البت فيها والتي ظهر على السطح بعض مما شاهدناه على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي من تنفيذ أحكام وصفت فيما يتعلق بكونها رأي عام، أكثر من 10,000 حالة تم تسجيلها حتى نهاية العام 2017، ليس ثمة إحصائيات حتى العام 2019 ربما تفوق 30,000. إلى أين تقرأين أو كيف تقرأين ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال جسديا في اليمن؟ ارتكازا على هذه النسبة فالواقع مخيف جدا،
وتزايد الأعداد في اغتصاب الأطفال أو نسبتهم ظل خطر يهدد استقرار وأمن المجتمع. ونحن عندما نتكلم عن هذه القضية ليست ننظر لها بأبعادها أو على المدى القصير أو المدى القريب، ولكن عندما نتعامل مع هذه أو ننظر لهذه الكارثة فنحن ننظر إليها من زوايا وعلى المدى البعيد. عندما نتكلم عن قضية اغتصاب فأنا أتكلم عنها من ناحية نفسية وما يؤرثه هذه الجريمة اللا إنسانية من عواقب وخيمة فيما بعد. نلاحظ بأن ما نقل أو ما نشير أو ما طرح على الواقع أو في الظاهر هو جزء بسيط قد لا يتعدى العدد الحقيقي أو النسبة الحقيقية لمن تعرضون لهذه الجريمة. هناك بعض الجرائم وصلت إلى المحاكم أو إلى أجهزة القضاء والأمن كون بعض الضحايا توفوا، وهنا بدأت بعض القضايا لا تأخذ الحكم الحقيقي ولم يتم تنفيذ الأحكام فيها، إلى جانب أن هناك بعض القضايا كان فيها المجنيين أعضاء أو نافذين سياسيين، وهذا الموضوع يجعل الجاني في حرية وفي مأمن من تنفيذ هذه الأحكام. هناك بعض القضايا كذلك كان الجاني فيها أحد أولياء المجني عليه أو من الدرجة الأولى، وهنا بات كذلك القانون اليمني في هذه الجزئيات لا يطبق أحكام قاسية على هؤلاء المجني على الجانيين من الدرجة الأولى. نقول هذه القضية يجب أن يتصدى لها المجتمع بكل شرائحه وأطيافه وطبقاته، لأننا نعد هؤلاء الأطفال إلى المستقبل أو للجيل القادم. فإذا كان هؤلاء الأطفال سيكونون بهذه النفسية المشوهة نفسيا وفكريا واجتماعيا، فماذا سنعول عليهم في المرحلة القادمة؟ أنا أقول بأن كل من يقدم على جريمة مثل هذه وينتهك الأطفال جنسيا هو يعاني من شذوذ جنسي، مرض نفسي يجعلهم مهووسون في ممارسة السلوكيات الجنسية، وقد يأتي نسبة من هؤلاء الذين يقومون بهذه الممارسات من بيئات كان فيها سوء معاملة جنسية بشكل من الأشكال أودت إلى وجود مثل هذه الشخصيات في حب الانتقام من هذه الضحية أو إيجاد بعض الأفراد الذين يذلونهم أو يذلون كرامتهم. نعم. نحن نريد أن نعالج هذه القضية من ناحية نفسية واجتماعية حتى يكون لدينا غدا مجتمعا يتمتع بالصحة النفسية ويستطيع بناء هذا المجتمع فيما بعد النزاعات، ولا بد أن نبدأ بهذه المرحلة من الآن، وهذا يعول على كل المراكز وكل الجهات ذات العلاقة بهذه القضايا مع التعاون مع الأطفال. نعم، إذا تعمل طبعا منظمة سياج مشاهدينا منذ تأسيسها عام 2008 على تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال التصدي للانتهاكات الجسيمة وعلى رأسها العنف الجنسي وتجنيد وإشراك الأطفال أيضا في النزاعات المسلحة. ولعل هذه ربما مقدمة لاستضافة ضيف آخر، أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. مرحبا بك أستاذ أحمد. وما الذي تقدمه منظمة سياج وغيرها من المنظمات أو قدمته للطفل في اليمن فيما يتعلق بالعنف الجنسي ومناهضته؟ أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللسيدات السادة المشاهدين جميعا. بالنسبة لنا في منظمة سياج حماية الطفولة، نحن نعمل من عام 2008 في مناهضة جميع أنواع العنف الجسيم ضد الأطفال وعلى رأسه العنف الجنسي بمختلف أشكاله، سواء كان الاغتصاب أو الاستغلال أو الاتجار، وأيضا زواج أو التزويج القسري للصغيرات. ونحن كمنظمة حقوقية نقدم الدعم القانوني والمناصرة للأطفال الضحايا، نقدم أيضا التوعية للمجتمع، نعمل على تعزيز قدرة مؤسسات الدولة المعنية بعدالة الأطفال بأن تقوم بواجبها من خلال تحريك الملفات والدعاوى ضد منتهكي الأطفال في هذا النوع من الجنس، أيضا إصدار التقارير الحقوقية ويعني الإصلاح لوسائل الإعلام حول هذا النوع من القضايا. ونحن نشتغل على هذا الموضوع سواء كان العنف الجنسي من قبل الأسرة أو المجتمع أو حتى في النزاعات المسلحة بشكل عام. هناك يعني تزايد كبير جدا في معدلات العنف الجنسي خلال الخمس سنوات الأخيرة،
نلاحظه بشكل واضح، يعني ترتكب جرائم ضد الأطفال، جرائم جنسية، اغتصاب واستغلال مقابل حاجة الناس وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أيضا يعني انهيار المؤسسات الأمنية والقضائية وتوقف مؤسسات عدالة الأطفال أو عدالة الأحداث في الجمهورية بشكل شبه كامل تقريبا. هذه وغيرها من الأسباب يعني أدت إلى ارتفاع كبير في معدلات العنف الجنسي ضد الأطفال، وهذه تنذر بمخاطر كبيرة على المجتمع الآن في واحدة من أهم القضايا التي يعني تقلق كل أسرة وكل بنت وكل طفل وكل أم وأب هناك. يعني المجتمع اليمني والمجتمع العربي والإسلامي بشكل عام، موضوع الجنس ضد الأطفال من المواضيع المقلقة كثيرا للآباء وللأمهات، ونجد أنه يحوز على درجة عالية من يعني الاهتمام وتحشيد الأطفال ولفت انتباههم. لكن للأسف الشديد أستاذ، يعني عندما تنهار مؤسسات الدولة وتصبح المؤسسات الأمنية والقضائية و يعني مؤسسات المجتمع المدني غير قادرة على القيام بواجبها، فإن المجرمين ومرتكبي هذا النوع من العنف سواء كان استغلال أو كان يعني اتجار أو يعني ارتكاب اغتصابات ومن هذا النوع يجدون فرصة في أن يمارسوا هذا النوع من الجرائم والإفلات من العقوبة بسهولة. نحن الآن في هذه الفترة دشنا حملة لمناهضة يعني العنف الجنسي ضد الأطفال بمختلف أشكاله، وأعلنا في رمضان الماضي من مكتبنا في تعز يعني خدمة سياج موبايل لتلقي البلاغات والشكاوى ضد فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال من جميع محافظات الجمهورية. وهذا التدشين في رمضان هو يأتي يعني تواصلا لنشاط مستمر نحن نقوم به منذ فترة منذ نهايات العام الماضي 2018 من عدن، ويعني نعمل في جميع المحافظات، في حجة، في صنعاء، في ذمار، في مارب، في حضرموت، سقطرى، في حديدة، في تعز، في كل المحافظات. نحن مهمتنا هي تنسيق الجهود الإنسانية وهي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة ومساندتها في أن يعني تمكن الأطفال من الوصول إلى العدالة. وبالتالي هذا النشاط تحديدا الذي نقوم به في منظمة سياج، وعلى فكرة هو نشاط غير ممول من أي طرف كان، ونواجه يعني صعوبات بالغة في الاستجابة يعني على الوجه المطلوب للضحايا لكثرتهم، ونواجه صعوبات كثيرة أيضا في الإفصاح عن هذا الموضوع. الكثير من الناس لا يتقبلوا الإفصاح عن هذه القضايا والشكوى، نعم، ومع ذلك نحن نبذل جهود ونجد تعاون ونجد يعني استجابة إيجابية من جميع المسؤولين يعني في الحكومة، سواء كان في الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية أيضا تتعاون بشكل كبير في جميع محافظات الجمهورية. لكن الإشكاليات التي تواجهنا كمنظمة حقوقية هي أن هذا النوع من الجهد يحتاج إلى طواقم، يحتاج إلى إعداد أدلة، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى يعني يكون لدينا يعني فريق قادر على الاستجابة بشكل كبير للبلاغات التي تصل من جميع المحافظات، وهذه تواجهنا الآن كتحدي. ومع ذلك نحن نصر على أن نستمر في هذا الطريق وأن نساعد الأطفال بقدر ما نستطيع. أعود وأقول أن معدلات نعم. العنف الجنسي ضد الأطفال ارتفعت بشكل كبير، وخاصة في إطار الأسرة والمجتمع. هناك اغتصابات حتى من أولياء الأمور ومن الآباء، وهذه إشكالية مركبة تواجهنا، وأحب أن أقولها عبر التلفزيون أنها تواجهنا إشكالية مركبة عندما يكون المغتصب هو والد الطفل أو الطفل أو يعني أحد الأقارب كالأخ أو الخال أو العم. نجد يعني إشكالية كبيرة في إثبات هذا النوع من الجرم وفي تحريك الملف أمام القضايا وأمام القضاء والأمن، وأيضا حتى في يعني تشجيع الضحايا وذويهم على الإفصاح والشكوى. يعني لأنها يعني في اليمن حتى فيما قبل الحرب كانت يعني لا تتوفر دور رعاية ودور إيواء للأطفال الضحايا من هذا النوع بالشكل الكافي. كانت هناك دور يعني، وكان الوضع أفضل مما هو عليه اليوم بكثير، نعم، نعم. لكن لم تكن كافية، لدرجة أننا كنا نواجه صعوبة في يعني إيداع بعض الأطفال الضحايا أو التحفظ عليهم من قبل النيابة لعدم وجود أماكن مخصصة وجيدة وإيجابية. أما الوضع في الوقت الراهن فهو أسوأ
بكثير، وهذا يجعلنا أمام تحدي خطير. يعني إذا اشتكى الطفل إلى أين يذهب إذا كان المغتصب هو والد الطفل مثلا أو أحد أقاربه؟ هذه لدينا الكثير من القضايا، الكثير من الجرائم من هذا النوع يعني تلقينا بلاغات بشأنها، والكثير منها يعني تحركت أمام القضاء وأمام الأمن بشكل إيجابي وسلس يعني. لكن نعم. نجد صعوبة في أننا نشجع جميع الضحايا على الإفصاح. ما يصلنا من قضايا وحتى ما يصل إلى الأجهزة الأمنية والقضائية لا تمثل حتى 10% مما يحدث فعلا في المجتمع، والسبب يعود أيضا إلى أن لا توجد يعني ملاذات آمنة للضحايا، ولا يوجد أيضا مؤسسات تقوم بدور الرعاية والتأهيل بشكل جيد. الأجهزة الأمنية والقضائية أيضا يعني قدراتها يعني متدنية جدا، وفي بعض الكثير من المحافظات إن لم يكن جميعها توقف نظام عدالة الأطفال ممثلا في شرطة الأطفال ونيابة الأحداث وشرطة الأحداث ومحاكم الأحداث ودور الرعاية ودور الإيواء والرعاية اللاحقة، يعني هذه متوقفة بشكل شبه كامل تقريبا. الكل منتبه ومهتم يعني التحشيد باتجاه الحرب ودعم الحرب ودعم جبهات القتال، أما ما يتعلق بالأطفال وكرامة المجتمع وشرف الناس فلا يوجد. حتى القطاع الخاص للأسف الشديد لدينا عتب كبير جدا على القطاع الخاص أنه لا يساعد مثل هذه القضايا. القطاع الخاص للأسف الشديد يعني لا زال تفكيرهم واهتمامهم في هذه في الجوانب التي يمكن تصويرها مثل البر والتمر ولحمة رمضان وعيد وكسوة العيد، هذه يعني يتبرعون لها. أما أن تأتي بمشروع مثلا تريد أن تساعد أطفال تنتهك كرامتهم وانتهك عرضهم، فأنت لا تستطيع أن تصورهم ولا تستطيع أن تقدم معلومات بشأنهم، لأنها ليس من حقنا أبدا أن نفصح عن هويات هؤلاء الأطفال. وبالتالي لا تجد القطاع الخاص يعني يتفاعل، رغم أنه ونقولها بصراحة الذين يتضررون أكثر هم أبناء الأغنياء والمسؤولين أكثر من أبناء الفقراء، وإن كان أبناء الفقراء هم الأكثر إفصاحا، لكن من خلال دراساتنا ومن خلال متابعتنا نجد أن أبناء المسؤولين وأبناء التجار وأبناء يعني الناس الميسورين هم الأكثر استهدافا من قبل إصابات الحبوب والمخدرات والجنس مثلا والاستغلال الجنسي، يعني مستهدفين أكثر لأنه لا يحقق غرضا واحدا وهو الإشباع الجنسي، وإنما يحقق أيضا غرض آخر إضافي أن يصبح هذا الطفل أو هذه البنت يعني صيد يعني يدر على هذا المغتصب مال أيضا، إلى جانب أنه يحقق له الإشباع الجنسي هو أيضا يدر له المال. وبالتالي أبناء المسؤولين وأبناء يعني التجار هم أكثر يعني عرضة لهذا النوع من الاستهداف، وإن كان درجة إفصاحهم أقل بكثير ويتم التكتم عليها ويتم قتل بعض البنات وبعض الأولاد يعني بشكل سري، تموت في المدفن يعني أو تموت مثلا بشرب سم، أو نسمع عن يعني المسدس مثلا انطلق أو البندقية، وهي الكثير من القضايا لو تم التحقيق فيها سنجد أن وراءها يعني شيء من هذا القبيل. نعم كانت حقيقة أستاذ أحمد يعني أنه حتى الـ 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 يعني المؤسسات السياسية والإعلامية لا تدلي بدلوها بشكل إيجابي. أيضا زملائنا في وسائل الإعلام، هذه رسالة أوجهها إلى كل الزملاء والناشطين في وسائل الإعلام، أن يتجنبوا تماما الإفصاح عن أسماء وهويات الأطفال وأسرهم وعن الصور وعن مقاطع الفيديو، لأن هذه نشر مثل هذه الأخبار الأسماء والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو هي واحدة من أكبر الأسباب التي تمنع الضحايا الباقين من الإفصاح، لأنه يخاف من أن يتحول من اغتصاب في 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 منطقة معتمة إلى 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 وصمة وتشهير على المستوى على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى السوشيال ميديا، التي يعني تحولها من اغتصاب محدود إلى اغتصاب للأسرة وربما للعائلة بالكامل، يعني تغتصب كرامتهم وتغتصب يعني سمعتهم لمدى غير 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 يعني غير قصير، يعني إلى مدى بعيد تظل يعني هذه التهمة وهذه الوصمة عالقة في رؤوس الناس، ويتحول نعم. الضحية إلى ضحية مزدوجة، ضحية للمغتصب وضحية لوسائل الإعلام. نحن نهيب بجميع زملائنا والناشطين في وسائل الإعلام أن يمتنعوا تماما عن نشر صور وأسماء وبيانات ومقاطع فيديو تتعلق بالأطفال، وحتى الذين يتهمون بهذا النوع من الجرائم يجب عدم الإفصاح عنهم حتى يصدر حكم نهائي بات، وعندها يعني يمكن يعني أن أن أن
أن يتم تناوله كحكم نهائي ذات وليس فقط مجرد تهمة أمام الأمن أو النيابة، لأنه قد يكون بريئا أيضا أو قد تكون تهمة كيدية. نعم، نحن لأن في القلب ما في القلب أستاذ أحمد، بزيادة معدلات العنف الجنسي وتراجع قدرة مؤسسات الأمن والقضاء على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه هذا الأمر. نحن نواجه تحدي كبير جدا في توقف دور الرعاية في الكثير من المحافظات إن لم يكن جميعها. لا نجد يعني لدينا طفلة مثلا اختطفت في محافظة حجة مديرية عبس منذ 9 يناير الماضي، ولا زالت مودعة لدى شيخ قبلي يعني، ولم يتم يعني الحصول لها على يعني مكان للإيواء. ومثلها قضايا في 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 محافظات أخرى يعني. نعم. هناك أيضا يتعرض الناشطون، يتعرض الناس المبلغين إلى مضايقات في ظل الانهيار الأمني. نحن أمام تحدي خطير يا أستاذ. أستاذ أحمد، هذا التحدي الخطير وحقيقة ربما أنت كما يقال وفيت وكفيت من خلال مداخلة الممت فيها واستردت فيها كل ما يتعلق بمشاكل العنف الجنسي والجسدي ضد الأطفال في اليمن. أنا سأعود إليك، وحقيقة تطرقت إلى نقطة هامة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي الذي أصبح وإن كان داخلا على المجتمع المحلي وأيضا العربي، عادة ما نسمع بين الفينة والأخرى مثل هكذا قضية بتحرش أب لابنته وما إلى ذلك. أذهب في هذا السؤال إلى رئيس منظمة أو المدير الإقليمي لمنظمة العدالة الدولية من سوريا سلطان العريف، لعلك استمعت إلى ما أورده الأستاذ أحمد القرشي فيما يتعلق بالوضع في اليمن وما يتعلق باغتصاب الأطفال والتحرش الجنسي. ونحن نتحدث عن الأطفال في ظل الصراعات المسلحة، ماذا عن سوريا كأنموذج فيما يتعلق بهذا الجانب؟ وهل تقوم المنظمات الدولية على أكمل وجه للحد من مثل هكذا جريمة؟ الحقيقة فيما يتعلق بالأطفال في الصراعات والحروب، سوريا نموذجة يعني. الوضع لا يختلف كثيرا بين اليمن وسوريا، وهو سيطرة جماعات بعض الجماعات المتطرفة على مناطق أجزاء من الأراضي السورية. فهناك التجنيد والاغتصاب والزواج القسري أيضا يعني، بين السلوكيات التي تعتمدها الجماعات المتطرفة في سوريا، تنظيم داعش، تنظيم جبهة النصرة، بعض التنظيمات الأخرى المتطرفة. أيضا هناك بعض السلوكيات لدى قوات نظام الأسد يعني، تجنيد أطفال. هناك حالات الآن نوثق يعني في الأيام القليلة الماضية، نوثق حالات خطف أطفال بقصد بيع أعضائهم لعصابات تجارة الاتجار بالأعضاء البشرية. هذه سجلت عدة حالات الآن في الفترة الماضية، وتم توثيق عدد من الحالات، إضافة إلى كما ذكرت عمليات الاغتصاب وعمليات التعرض للألغام، انفجار الألغام الفردية تقوم بزرعها هذه الجماعات المسلحة. نعم. طب سأعود إليك، ونحن نتكلم فيما يتعلق عن اغتصاب الأطفال وأيضا التشريعات الدولية والقوانين المتخذة إزاء هذه الظاهرة. دعونا نعرج من خلال هذا الإنفوغرافيكس مشاهدينا الأعزاء إلى بعض التشريعات القانونية والقوانين الدولية وخاصة العربية، وكيف تنظر إلى المتحرشين جنسيا وإلى الاغتصاب. نتابع من ثم أعود إليكم.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. كان هذا نموذج لبعض القوانين والتشريعات العربية فيما يخص مغتصبي الأطفال والمتحرشين بهم جنسيا. وأعود إذن إلى الدكتورة أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل. دكتورة مرحبا بك مجددا، ولعلك استمعت إلى حديث الأستاذ أحمد القرشي وهو يتحدث عن أرقام وإحصائيات وأيضا ربما أمور يقشعر لها البدن إنجاز لي التوصيف، خاصة عندما تطرق إلى مسألة ما ظهر مؤخرا من تحرش مباشر لأقارب ضد أقاربهم خاصة القاصرين. كيف تقرأين هذه الخطوة؟ نعم، أتفق مع كلام الأستاذ أحمد القرشي في منظمة سياج، وأقول بأن ما يعرف بتحرش أو الاغتصاب الجنسي للمحارم هذه طبعا من أصعب وأكثر ألما أو إيلاما للنفس، بأن يكون الملجأ أو المكان الآمن الذي يعتبر أو يعتقد الطفل بأنه في مأمن من الوحوش البشرية خارج هذه الدائرة، ولكنه بات مهددا من الداخل. هذه جريمة لا أدري، مهما تحدثنا عنها أعتقد بأنها مؤلمة جدا، ولا بد من إيجاد قوانين، ولكن أقولها أكثر تجريما وأكثر تجديدا في العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الأفعال. مثلا احنا في مركز الدراسات وصلت إلينا إحدى الحالات كانت من صنعاء، وكانت لطفلة لم تتجاوز 12 سنة تم الاعتداء عليها من قبل الوالد، والدها يعني. وبعد اكتشاف الأم، لأنهم مطلقين أو منفصلين، تم الاكتشاف والتبليغ عن الحالة، وبعد ذلك هناك من تطوع كمحاميين وقانونيين للترافع عنها في هذه القضية، وتم حبس الأب، ولكن ما زالت هناك جلسات عديدة. ولكن نقول بأن هناك متنفذون يستطيعون الخروج والهروب والفرار منها مثل هذه القضايا، ولكن ماذا سيكون حال أو مستقبل مثل هؤلاء الأطفال؟ نعم، كيف يتعاطى القانون وكيف يتعاطى القضاء مع مثل هكذا قضية فيما يتعلق بتحرش الأب بابنته أو الأخ بأخته أو يعني العم بابنة أخيه وما إلى ذلك؟ أستاذ عيسى، يظل قوانيننا تحتاج وبشدة إلى حاجة ماسة لإعادة قراءة مثل هذه القوانين والمواد بما يتناسب مع وضعنا الكارثي الحالي. مثلا سنقول، ولكن شيء من الشفافية في هذا الموضوع، مثلا في هذه القضية كانت قضية لواط بين الأب والبنت، والبنت غير قابلة أو رافضة لهذا الموضوع، ولكن في الأخير القانون يرى لهذه القضية في مادته بأنها قضية لواط، وسوف يحكم بسنوات على الأب في حال تم الحكم عليه، وستعتبر بأنها قضية لواط. أين قضية اللواط؟ فباللواط يؤخذ أحيانا رضا الطرفين، ولكن في مثل هذه الحالة فهناك اغتصاب. وعندما تحدثنا مع أحد القاضيات عن هذا الموضوع وكيف أنه مجحف في حق، ولكن أشارت إلى أنها هذه المادة في القانون تشير إلى هذا العقاب، فأعتقد في اعتقادي أن هناك كثير من المواد في القانون تحتاج إلى قراءة، وقراءة إنسانية عاجلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وما حدث فيها من كوارث إنسانية. طبعا ليست كل الحالات كما قلنا مبلغ عنها، وخاصة في زنا أو التحرش الجنسي من العائلة أو من الدرجة الأولى. نحن مجتمع تحكمنا قواعد أو قوانين العادات والتقاليد والشرف وما يلاحقنا بعد ذلك من هذه السمعة أو تشويه السمعة إلى ما أو تبعاتها. فلهذا هناك محاذير كثيرة تجعل أولياء الأمور أو الأسرة غير قادرة على التبليغ، كما أشار كذلك الأستاذ أحمد. نحن نعاني في هذه الأوضاع، أوضاع الحرب، أنه بعد إغلاق أغلب المدارس أو عدد كبير من المدارس كان هناك تسرب للأطفال سواء كانوا بنات أو أولاد إلى سوق العمل لكي يكفوا أو يستطيعون تغطية الجانب الاقتصادي الذي تدهور بناء على هذه الحرب المؤلمة.
هذه الظروف كلها جعلت من أطفال هؤلاء فريسة سهلة لدخولهم معترك هذه الكارثة اللاإنسانية، وجعل الأطماع كذلك من الذئاب البشرية لكم صائغة من هؤلاء الأطفال لتنفيذ رغباتهم وغرائزهم الجنسية. كذلك كما قلنا بأنه إيقاف أو إغلاق بعض المرافق التي كانت خاصة بالأطفال كدار الأحداث، مثلا نحن في تعز حتى قبل الحرب كان هناك دار أحداث خاص بالذكور، ولكن الإناث لم يكن لديهم دار إلى فترة قريبة، وإنما كانت الفتيات الصغار أو الصغيرة السن يدخلن في السجن مع كبار مع السجينات بجميع وكافة أنواع القضايا. اتحاد نساء اليمن يلعب دور كبير، ولكن قلنا بأن هناك الدور لازم يكون هناك في دور حكومي قوي، دعم دولي لمثل هذه الجوانب، لأنها يجب أن تكون بالتوازي، منظمات ومبادرات أو مؤسسات محلية، نحتاج إلى تنمية الوعي المجتمعي الأسري على مستوى كذلك المدارس ورياض الأطفال، عندنا دور العبادة، عندنا بكل هذه الجهات ذات العلاقة التي من شأنها أن تعمل على رفع المستوى الوعي، بحيث أن كل شخص أو الأطفال ما معنى الثقافة الجنسية يكون لديهم بعض لهذه الثقافة التي تعد عندنا في اليمن إحدى الكوارث والتي لا يستطيعون الحديث عنها من قبل الأسرة، لكي حتى على الأقل نستطيع أن نتفادى عدد كبير من الوقوع من الأطفال ضحية هذه الكوارث. هناك كذلك مثلا هناك مثلا حالة في البارحة طفلة في صنعاء وكانت معرضة للاختطاف لولا أنها استطاعت بالصوت العالي أن تنقذ نفسها وأبوها ينقذها في اللحظات الأخيرة من 3 أشخاص كانوا في موتوسيكل يستطيعون أو يرغبون في اختطافها. نقول بأننا إلى حاجة ماسة بأن تتكاتف كل الجهود محلية بكل أطيافها على مستوى الحكومي على المستوى الدولي، تفعيل الاتفاقيات الموقع عليها اليمن، القوانين والنصوص والمواد المحلية كذلك تحتاج لإعادة صياغة وقراءة إنسانية، دعم لهذه المنظمات والمبادرات العاملة في مجال الأطفال، والنظر إلى مجال الدعم النفسي بأنه حاجة أساسية ولم تعد كما يراها البعض بأنها رفاهية. نحن نقول بأن الدعم النفسي حاجة ضرورية في هذه المرحلة إلى ما يعني أثناء الحروب ما بعد النزاعات والصراعات، كي نصل بهؤلاء الأطفال إلى بر الأمان، ولكي ننتج عن لدينا جيل قادرين على بنائه بالشكل الصحيح وقادر على التكيف والصحة النفسية. نعم دكتورة أنجيلا، كان هنالك أيضا محطات كثيرة جدا وأشرت إلى محطات هامة جدا، ولكن الوقت كما يشير المخرج داهمنا، لكن أعود بسؤال أخير وبأقل من دقيقتين إذا سمحت الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج. عندما نتحدث عن دور الإيواء فيما يتعلق بالأحداث والتي أشارت إليها قبل قليل الدكتورة أنجيلا، لم يعد هنالك دور خاص بالبنات، هل نتحدث اليوم عن غياب الدور بشكل عام فيما يتعلق بغياب أيضا الدولة وفيما يتعلق بغياب دور المنظمات، وما يتوجب عليكم فعله كمنظمة يعني مهتمة بمثل هكذا قضايا هامة في البلاد، خاصة في النزاعات المسلحة وفي الحرب التي تشهدها البلاد؟ نعم، بالنسبة للدور الإيواء ورعاية الأطفال فهي متوقفة بشكل شبه كامل في أغلب محافظات الجمهورية إن لم يكن جميعها، وهذه كارثة بكل المعاني تهدد حاضر ومستقبل الطفولة ومستقبل اليمن أيضا، لأن عدم وجود دور رعاية ودور إيواء للأطفال الأحداث وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم بشكل جيد، هذا سيؤدي إلى أننا ننتج يعني أعداد كبيرة من مجرمين المستقبل عدم حصولهم اليوم على التأهيل. هناك نقطة أيضا أحب أن أشير إليها أخي العزيز، وهي استغلال بعض المنظمات الحقوقية بما في ذلك منظمات دولية لهذا الملف وتحويله إلى مادة للتكاثف السياسي واتهامات متبادلة، هذه خطيرة جدا على حقوق الطفل، أن تتحول هذه الجرائم إلى مادة أو مادة حربية، يعني أن تصدر منظمة حقوقية معتبرة محترمة على مستوى دولي تقريرا يتهم طرفا سياسيا أو طرفا عسكريا مثلا بتهمة ارتكاب يعني اغتصاب ذات ممنهجة، هذه خطيرة جدا، لأن هذه الجرائم هي جرائم شخصية، وإذا ثبت بأنها يعني
سياسة ممنهجة، وهناك يعني أوامر، وهناك توجيهات، وهناك يعني شغل منظم من قبل جهة ما، فهذا يجب أن يقدمها للمحاكمة أمام القضاء الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن في وضع الراهن نحن نقول بأن هذه الجرائم هي جرائم شخصية ويتم ممارستها. يعني على سبيل المثال، نحن في تعز، في حجة، في صنعاء، في الكثير من المحافظات نمسك الكثير من القضايا العنف الجنسي وتمشي الأمور بسلاسة. يعني قد يكون هناك تعثرات، وقد يكون هناك أيضا تدخلات من البعض بدواعي يعني الستر، بدواعي مثلا يعني استر ما ستر الله. وأنا أحذر من قاعدة استر ما ستر الله، لأننا نستر المجرمين ولا نستر الضحية، نستر المجرم. يجب أن ينال الضحية حقه في الحصول على العدالة بسرية تامة، وعدم الإفصاح عن اسمه أو الإفصاح عن بياناته هو أو أسرته أو مكان إقامته. يجب أن يتم هذا في إطار القضاء. أما أن تتحول هذه المادة إلى مادة للمراجمات السياسية والمناكفات الحزية أو المناكفات يعني بين أطراف الصراع، فهذا خطير جدا. نحذر جميع الأطراف، ونحذر أيضا زملائنا في منظمات المجتمع المدني من أن يتحولوا إلى أذرع عسكرية يعني بواجهة حقوقية، وهو يشتغل أساسا من أجل إضعاف طرف عسكري ضد طرف آخر. هذه خطيرة جدا، تمس بحقوق الطفل، وهي وبممارستها من قبل ناشط حقوقي أو مؤسسة مع يعني مؤسسة حقوقية أو منظمة حقوقية. هذه جريمة مركبة. أنا أعتقد لو مورست على سبيل المثال من ناشط أو من مفسدك مثلا، ربما نلتمس له شيئا من العذر لعدم حصوله على التأهيل الجيد مثلا، لكن أن تحصل من منظمة يفترض أن يكون لديها ميثاق شرف، مدونة سلوك تمنعها من أن تفصح أو من أن توظف هذه القضايا لخدمة أجندة سياسية أو عسكرية أو غير ذلك من الأجندة، هذا خطير جدا جدا. أيضا أعود وأكرر إلى دور القطاع الخاص، يجب أن يقوم بدور لحماية أطفاله. نحن لا نريد منهم صدقة، ولا نريد أن يتصدقوا منا، ولا نريد من أموالهم شيء، نريد أن يحموا كرامتهم وشرفهم. من المعيب جدا أن ينتظروا رجال الأعمال وأن ينتظروا القطاع الخاص والسلطات المحلية التي بيدها إيرادات الدولة وإيرادات، ويسخروها في جانب المجهود الحربي وفي جانب الحرب، بينما شرف أطفالهم وكرامة أطفالهم ينتظروا أن تأتي منظمة دولية لكي تكلف أو تؤمن يعني مصاريف ومواصلات محامي أو تصوير ملف من أجل أن يحمي شرف أو كرامة طفل مثلا اغتصب في حارة ما في تعز أو حجة أو صعدة أو الحديدة أو أي مكان. هذه جريمة وصمة عار في وجه هؤلاء التجار. هؤلاء التجار اليوم يعني يدفعون ملايين الإتاوات للقطاعات العسكرية والجماعات المسلحة والميليشيات يعني بقلب بارد، بينما لا نجد منهم أي تفاعل مع شرفهم وكرامتهم. أنت لم تكسب الملايين من 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 من, من عائدات يعني الأرباح التي تحصل عليها من تجارتك في هذا المجتمع، عليك واجب أن تحمي شرفك وعرضك وشرف الفقير وشرف الجار والقريب والبعيد من هذا المال. يجب أن يسخر، يجب أن نحد قليلا من الأموال التي تصرف للصدقات في طوابير المتصورين الذين لن يلفهم، لا حتى أرحم الراحمين لن يلفهم من الشوارع. حتى الله لن يعطيهم الميزانية هؤلاء المتصورين، لأنهم يمتهنون هذا امتهان أصبح مهنة. وبعضهم اكتشفنا مثلا في عبس وفي غيرها معهم عمارات ومعهم فنادق، ويتسولون أيضا، يتسولون حتى على مستوى عابر للحدود. أنت لا تستطيع أن تكف هؤلاء المتسولين بإنفاق الأموال، فقط تريد أن تشبع غرورك أيها التاجر بأن يقف طابور من الناس أمام مؤسستك أو منزلك في رمضان أو غيره، بحيث يتصور أن هذا رجل خير. لا، نحن نريد أن نحمي شرفك المصان وشرف أسرتك وشرف الناس المحيطين بك والمجتمع، لأن هذا أيضا يسهم في حمايتك وحماية أموالك مستقبلا. الفقير هذا ليس لديه ما يخسر، أنت لديك ما تخسر، لديك الكثير ما تخسره على صعيد أسرتك وعلى صعيد مالك. وبالتالي نحن ندعو السلطات المحلية، ندعو القطاع الخاص إلى أن يقوموا بواجبهم. لا ينتظر أن تأتي منظمة دولية لتحمي شرف وكرامة هذا المواطن اليمني الذي هو أنت جزء منه، وقد يكون قريبك بشكل أو بآخر. وبالتالي عندنا أيضا إشكالية يعني كبيرة فيما يتعلق بهذا السهم، بسهم يعني الصدقة. نحن لا نريد صدقة، نريد أن يكون هناك واجب يعطى وفق آلية، لا يتصدق عليها، نريد أن يكون واجبا يعطى وفق آلية فيها شفافية وفيها يعرف لمن ذهب هذا المال وأين راح. لكن للأسف الشديد نحن نواجه صعوبات كبيرة للعمل يعني في المجتمع اليمني. هناك تزايد كبير جدا في معدلات العنف الجنسي ضد الأطفال، وهناك تراجع كبير جدا وتوقف لمؤسسات الدولة عن القيام بواجبها، وهناك انحسار تام للقطاع الخاص فيما يتعلق بدعم ورعاية الأنشطة التي تقوم بهذا الواجب الإنساني مع النيابات والقضاء.
يعني اليوم نحن نشتغل مثلا مكتبنا في محافظة تعز يشتغل على إعادة يعني تشغيل دور رعاية الأحداث، وهناك استجابة من السلطة المحلية في محافظة تعز وأيضا من النيابة العامة ومن نيابة الأحداث ومن يعني مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، هناك توجه إيجابي جيد جدا، الناس يريدون من يدلهم. نحن بادرنا في محافظة تعز من خلال مكتبنا ودعونا مكتب الشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية في محافظة تعز، ودعونا أيضا النيابة، وقمنا بالتحرك، وقمنا الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لدور الرعاية ووجدنا بأنها آمنة ويمكن تسليمها وإعادة ترميمها وتأهيلها. جميل. وندعو القطاع الخاص من هذا المنبر أن يساهموا في إعادة الترميم وهو تأهيل وتأثيث يعني ما دمرته الحرب في هذه الدور، حماية لهم ولأنفسهم ولأعراضهم، وليس صدقة ولا منة ولا شرفا. أنا أعدك أستاذ أحمد القرشي، نمتن به على أحد، هذا واجبنا نقوم به في حماية أطفالنا. نعم. وفي حماية أعراضنا وشرفنا جميعا. نشكركم في قناة اليمن اليوم أن بادرتم هذه المبادرة الشجاعة والقوية في فتح ملف من هذه الملفات المسكوت عنها، ونتمنى أن يتكرر هذا الطرح، ونتمنى أن يتكرر هذا الطرح، ونحن مستعدين لقول الحقيقة مهما كانت مؤلمة. نعم، والحديث ذو شجون كما أشرت، وأنا أعدك بأننا سنفتح أو نطرح ملفات لفتحها على الهواء مباشرة فيما يتعلق بالطفولة ويتعلق أيضا بدور الرعاية ودور الإيواء والأحداث، وهنالك قضايا كثر، لكن الوقت كما أشرت داهمنا. وأطرح سؤالا أخيرا لضيفي من سوريا سطام العريف، أعود إليك وأعتذر على التأخير. سطام، هل من رسالة أخيرة تود أن توجهها في ختام هذه الحلقة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد الطفولة بشكل عام؟ رسالة، يجب تفعيل دور المنظمات الإنسانية العاملة في مجال توثيق الانتهاكات ورصد هذه الحالات، وتسليط الضوء الإعلامي عليها كما تفضل ضيفك، يعني تسليط الضوء الإعلامي عليها. طبعا هذا يعني هذا الأمر يعني يواجه صعوبات كثيرة، منها سيطرة يعني في بلد مثل اليمن سيطرت ميليشيات الحوثي على مساحات واسعة من البلاد، الأمر الذي يمنع أحيانا وتعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، كما على المنظمات الإنسانية المحلية التعامل مع المنظمات الإنسانية الدولية وصولا إلى توثيق هذه الانتهاكات وتحريك دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات المنظمة التي ترتكبها جهات منظمة سياسية وعسكرية خصوصا. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد القرشي، أو عفوا سطام العريف، المدير الأقليمي لمنظمة العدل الدولية، كنت معي من سوريا عبر سكايب. وأشكر ضيفي العزيز هنا في الاستوديو الدكتور أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل في اليمن. وأشكر جزيل الشكر أيضا الأستاذ أحمد القرشي الذي كان بمعيتي عبر الهاتف، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. مشاهدينا الأعزاء، إذن لا شك أن الحق في الحياة مبدأ كرسته كل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، وهو الأصل والأولوية التي تتصدر كل الحقوق، ومن دون صون حق الحياة للإنسان لا يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى. وفي الواقع ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع لحقوق الأطفال، لأن حمايتهم واحترام حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أننا ما نشاهده في أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات حقوق الأطفال لا سيما في اليمن لهو أمر جد خطير. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وثمة لقاءات أخرى من البرنامج ذاته، ضيف وقضية أخرى في الأسبوع القادم. شكرا للمتابعة ولكل ضيوفي ولكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله.